اهلا، السلام عليكم غزالة ديالي، شخباركم؟ كيف نتوما؟ كنتمنى ان شاء الله كلكم تكونوا بخير وعلى خير مع نهار جديد ومع فيديو جديد. شكرا بزاف البنات، الدعم ديالكم، الكلمات ديالكم زوينين، والهضره زوينه اللي خليتوها لي في لا فيديو ديال البارح. شكرا لكم بزاف بزاف بزاف، والله يخلي لكم حتى نتوما خوتكم والوالدين ديالكم واللي ماتلو الوالدين ديالو. شنقول؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، هما السابقون ونحن اللاحقون. الله يرحمهم ويوسع عليهم ويتبعنا بهم مسلمين، هادشي ما كاين. فلالا اختكم البنات على كل كلمه كتخليوها لي في لي كومونتير، كتعطيني واحد الشحنه ايجابيه، وبالدور ديالي انني حتى انا كنحاول نتقاسم معاكم كل حاجه اللي فيها الايجابيه وفيها اللمه العائليه ولا فيها الضحك ولا فيها شي حاجه اللي تفرحكم ولو غير بشويه. هادشي اللي كاين ما عرفتش. واخا نبقى نشكركم دائما، راه ما غاديش نوفي اولا نقدر نعبر لكم بداك الفرحه اللي كنحس بها ملي كنقرا داك لي كومونتير ديالكم. فلالي خطيكم وشكرا لكم بزاف بزاف. هنا كيف ما كتشوفوا البنات، كنتقاسم معكم اول نهار لي يعني ماشي اول نهار، نهار اللي ولا راكم شفتوه معايا، ولكن يعني اول صباح غادي يصبحوا عندي الضياف في الدار. بديت لكم لا فيديو من الصباح ملي نط مع انا الصراحه ما كذبش عليكم، البارح بقينا قصارين حتى الاش من وقت، وكيف ما شفتوا خليت الدنيا مرونه وطلعنا نعسنا صافي، لينا قصرنا بزاف كيف ما قلت لكم الهضره وهادي وهادي. صافي بقات هكذاك وما جمعتها ما والو، رصيت غير داكشي اللي خاصو يترصا والمعينات ديالي باش ما يبقاوش هكا كيباتو مسخين وصافي. ولكن بالنسبه يعني هكا الدنيا بقات لي مرونه، الخديديات ما مقادينش بلاصتهم، الكوزينه عاوتاني كذلك، كاين شي معينات اللي راهم مغسولين ولكن ما مرديتهمش بلاصتهم، يعني الدنيا هكا مرونه. وهانتوما كيف ما كتشوفوا داكشي كله كان مغسول البارح بالليل ولكن ما رديتوش بلاصتو صافي، بحكم اننا كنا كنهضروا بزاف وهذا. صافي تجا الليل حتى الاخر الليل وغنبقى نقرقب وداكشي، قلت صافي بلاش ما غادي ندير دابا حتى شي حاجه حتى الغدا ان شاء الله يصبح ويفتح من غير انني نزول لحشاكم الزبل والميعنات مسخين وداكشي كله يتغسل وكله يتقادد. ايوا صافي هادشي ما كاين يا لالا. هذاك الشيء اللي كتشوفوه فوق الطبله راه غادي نوجدوا الفطور، جبدهم غير باش هكذا نسخنهم باش يبقاو لي هكا سخيخنين. صافي دابا المعينات ديال الكوزينه ديال العشاء كلهم رجعتهم هكذا لبلايصتهم، كلشي قديتو هكا في بلاصتو. كي قلت لكم راه مغسولين ناضين ودابا مستقطرين وكلشي، وعاد غادي ندوز ان شاء الله باش نوجد الفطور. المهم انا هنايا ديجا راني كنت فيقا يعني في الصباح بكري، ما كان نايض حتى شي واحد، يعني كان كافيني الوقت اني نوجد الفطور على خاطر خاطري. هادشي ما كاين. و شنو بغيت نقول لكم؟ المهم شي حاجه جيت نقولها لكم مشات لي من بالي، الله يفكرنا في الشهاده. المهم الا جاتني البالي هو هذاك، ما جاتنيش البالي ما عندي ما ندير. المهم غنحاول انني نتقاسم معكم هاد الصباح ان شاء الله باذن الله، وكذلك الغديوه ديالي حتى هي اشنو درنا الغدا. و غادي بما انهم هما كيفطروا فطور يعني في شكل اخر ماشي كي بحالنا، حنا راكم عارفين الفطور ديالنا كيفاش كيكون، المهم فطور مغربي. ولكن بما انهم هما يعني عندهم واحد الروتين ديال الفطور ديالهم، فحاولت انني نميلونجي واحد شويه باش يكون هكذا فطور زعما مغربي وميلونجي واحد شويه. المهم هذا كيف ما كتشوفوا اريج راه كانت نضت من النعاس فقط، ماما حتى هي كانت هبطات قاتني حتى ما كنوجد الفطور. هانتوما اريج من الفراش نيشان للطبقشيش والنبيش وداكشي، هانتوما نيشان الكوزينه زعما كدير معايا حتى هي، قال لك الشغال كدير لي الروينه ماشي الشغال. صافي هنايا في نفس الوقت راني خديت عمرت لهذا البقرج ديالي بالماء ديال الضو، درتو حطيتو بلاصو باش يسخنو داكشي. هنايا راه كنعمر غير لي بيبون ديال اريج بالماء وشويه ديال الصابون كنحطو هكذا على جنب، وغادي ندوز باش نوجد الفطور ديالي. Thank you.
من بعد ما فطرنا وسالينا الفطور كيف ما كتشوفوا غادي ندوز باش نجمع عاوتاني السيجور، راكم عارفين من بعد من الفطور مع الدراري الصغار وهذا فاكيد كيطيحوا الفراتات فوق الفراش ولا هذا، خصني ضروري ما نفض كيف ما كتشوفوا. المهم هذا السيجور راه كيتصوب 17000 خطره في النهار، راني ديجا كنت قلتها لكم كيتصوب ما عارف شحال في النهار، ومي كنكون غير بوحدي لعد لعد ما عارف كي كيقولوا لها عساك فوالا لعد عساك زعما راه كي دابا عندي الضياف راه عرفتي شحال مخطره كيتصوب راه ما نقول لكمش. ايوا مهم لا عندك غير باش ما نخليش عاوتاني هكا الدنيا ترون بزاف ومع الدراري كيلعبوا وهادي وهادي، فاكيد غادي تبان لك الدار بحال اللي راها ما عارف شنو كتجيك من واحد الطاقه سلبيه خايبه. اللهم تبقى هكا كل حاجه شاده بليصه هكا كتكون كيكون حتى المنظر مزيون والراحه كتحسي بنفسيتك بانك مرتاحه وكل شيء كتجلسي في داك البلاصه وانت عاجبك الحال. داكشي علاش صافي باش نجمع الروينه ديالي من بعد من الفطور كيف ما كتشوفوا. نفضت الفراش وقادت لهذا ودزت زولت الزربيه حيت كنخرجها قدام الباب دائما، هذيك كنفضها على حساب واخا كندير لاسبيراتور ماشي بحال ملي كتنفض مزيان يعني داك الدخلاني ديالها حيت هي داك المشعكه كيدخل داكشي لداخل. ايوا صافي المهم دوزت الشطيطبه دابا كندوز عاوتاني هكذا واحد الشفافه هكا غير بالوقفيه ماشي هذا، حيت انا ديجا يعني قبل كنت مسيقه ما صراحه هاد النهار ما سيقتش درت غير الشفافه صافي خليت الدنيا على ما نشفات لي راني صوبت انا الدار كامله. دابا كنشارك معكم غير هاد لابارتي خليتها هكا واحد شويه على ما نشفت وجيت هكا باش ندير الزربيه ديالي بما ان يعني الارض كتكون شويه هكذا بارده، اما راه الصراحه يعني هاد اليامات الجو شويه سخن ما بقاش داك البرد كيف ما كان، غير هو الصباح بكري والليل اللي كيكون شويه البرد، اما يعني النهار كيقيل كتقيل زعما الشميشه. صافي هاديك دوزت كي قلت لكم بهذاك وحطيت الزربيه ديالي، غادي نحط دابا عاوتاني الطبيله ديالي ونحط فوق منها الفاز ديالها وغادي ندير واحد شويه ديال البخور ديال العود، كتعرفوا العود يا سلام في الدار واحد الريحه ممتازه. انا صراحه كيعجبني هكا البخور يكون مطلق في الدار ولكن ماشي هذاك اللي كيكون مجهد حتى كيضر الراس، لا كيكون هكا بحال العود بحال صرغينه اللي كتكون هكا معطره يا سلام كتكون فيها واحد الريحه خطيره. وكناخذ العود اللي كيكون مسقي ولكن كنحاول اني ناخذ داك العود اللي كيكون هكا مسقي غير بشي روايح اللي كنكون انا عارفاهم، يعني ماشي شي حاجه اللي كتكون هكا مجهده بحال لا ما عارف شنو طالقه داك الند، ولا انا ما كنقدرش الند كتعجبني شي حاجه تكون هكا فيها تكون خفيفه ما تكونش مجهده بزاف. ايوا صافي باش نريحو نعطرو ونريحو شويه الدار دوزت على الدار كامله. ايوا هادشي ما كاين وغادي ندوزو باش نوجدو ان شاء الله باذن الله الغديوه ديالنا. المهم ديجا هنا راه كنا جلسنا وهضرنا وهذا وهذا وعادنا باش كنوجدو الغديوه ديالنا. بالنسبه للغدا بقيت كنقول شنو غادي ندير شنو غادي ندير، بان لي غادي ندير البسطيله ديال الحوت انا كنت ديجا مبروغرامياها من قبل حيت كنت شريت لها الحوت وهذا، بقيت كنقول شنو غادي ندير شنو غندير فاختاريت هذا النهار النهار الثاني غيكون اعاد في الوقيته ديالها احسن. ايوا صافي هذا ما كان، المهم هانتوما خليكم معايا وما تنساونيش من لايكاتكم. وي بنات هنايا كيف ما غادي تشوفوا غادي نشارك معكم ان شاء الله غديوه ديالي، وبما انني البارح قبل والبارح فاش شفتوني مشيت تسخرت قلت لكم بغيت ناخذ الحوت وداك الشيء، قلت غادي ندير بسطيله ديال الحوت وفي تالي درت الدجاج وخليت البسطيله ديال الحوت اليوم. المهم قلت غادي نديرها. المهم هنا كيف ما كتشوفوا بالنسبه للبسطيله ديال الحوت شنو غادي ندير فيها، هنايا عندي البنات القزبور واحد شويه ديال المعدنوس، هذا هنا هاد الثومه هذا راه راس كامل ديال الثومه محكوك مع شويه ديال الماء، تبارك الله راه واحد الكميه بحال نقولوا جوج ربطات ديال القزبور وصغارين وواحد شويه ديال المعدنوس وداك الراس ديال الثومه. هنا عندي المليحه وعندي فلفله حمراء وعندي الهريسه وعندي الكمون وعندي الزيت النباتيه وعندي جوج ديال الليمونات اللي معصراهم. صافي هادو هما المقادير اللي غادي نستعمل قدامكم. هنايا غادي ندير الفلفله حمراء تقريبا واحد المعلقه كبيره، هنايا عندي الملحه المهم كتبقى على حسب الذوق، عندي الهريسه اللي حتى هي كتبقى على حسب الذوق والحرور واش بغيتو بزاف ولا بغيتو غير شويه، هنا عندي معلقه صغيره ديال الكمون، المهم نتوما العطريه نتوما اللي كتحكموا فيها، عندي الحامض الحامض معصر ثلاثه ديال الحامضات اللي ديجا معصراهم،
وعندي زيت نباتيه، ولكن الزيت غادي ندير بزايد. انا نقول لكم علاش، حيت من بعد ما كطيب لنا الشرموله ديالنا كترمي الدمعه، ملي كترمي لنا الدمعه داك الدميعه هي اللي كناخذوها باش كندهنوا بها الوجه ديال البسطيله باش قبل ما كندخلوها للفران. صافي هادشي غادي نديرو دابا يطيب فوق من البوطه، ومن بعدها نتوما غادي تشوفوا معايا. ها نتوما البنات انا درتها دابا هنايا فوق من البوطه باش هكا غادي تطيب. بالنسبه للبنات غادي تطيب لي حتى نقول لكم حتى نشوفها طابت ورمات لي الدمعه، داك الساعه عاد غادي نطفي عليها، يعني ما خاصش يبقى فيها بصفه نهائيه داك الماء. وصافي دابا من بعد ما كنساليو الشرموله ديالنا كنوجدوها كنساليوها، راه كتكون بحال البسطيله واجده. نقول لكم علاش، لان الحوت انا غير كنسلقو. دابا غادي ندوز باش غادي ندير الحوت يتسلق، كنسلقو في شويه ديال فوريقه ديال سيدنا موسى اولا ازير، المهم على حسب نتوما باش بغيتو تنكهو اولا قعقله، المهم كل واحد باش كاين اللي كيدير غير الضامه ديال البنه وكيديروا يتسلق، كاين اللي كيديروا غير في الماء والملح والابزار، المهم كل واحد باش كيبغي يسلقو. دابا انا غادي ندوز نسلقو ونخليه عاوتاني يبرد باش غادي نقطعو هكا طريفات. ها هو البنات كيف ما كتشوفوا، هنا كاينه الميرلون درناه هنايا، من بعد عاد غادي نديرو لها الماء وغادي نديرو لها شويه ديال الشرموله من بعد ما غادي توجد لنا هي شرموله. على ما غادي توجد ناخذ منها واحد الكميه وغادي نديروها هنايا باش تنسم لنا. انا قلت لكم راه كل واحد وباش كيبغي يهداك يطيب الحوت، كاين اللي كيبغي يطيب ويسلقو بهادو كي قلت لكم غير العطريه، كاين اللي كيبغي غير الضامه البنه، كاين اللي كيبغي يفورو، كاين اللي كيحمرو كيديرو في الفران باش كيبقى له صايل. حنا واخا كنسلقوه بشرموله كيبقى هكاك صايل، يعني ما كيوقع له حتى شي حاجه. ها نتوما البنات كيف ما كتشوفوا كتبقى هكذا كطيب حتى حتى كتقلى، صافي كينشف الماء. دابا راه صافي الماء كله اللي كاين تما ما بقاش، ورمات الدميعه يعني بقى غير الزيت كيف ما كتشوفوا. هنايا دايرين شويه ديال الماء باش كيسخن، باش ناخذو من هنايا واحد زليفه ونديروها هنايا باش ها نتوما شتيو ماشي زليفه يعني مغرفه بحال هذا الشكل هذا، باش نديرو الميرلون ديالنا هنايا تسلق. وبالنسبه للكالامار راه هو تما راه دايرين غير عريشات ديال سيدنا موسى اولا ورقه الغار، حيت هذاك ماشي مشكل من بعد غادي نشرملوه، ولكن الميرلون لا ضروري خاصها لوغو ديالها يجي بنين. صافي دابا غادي نحطو الميرلون ديالنا. راه البنات مي كنجيو نهزوها راه كنهزوها غير بشويه باش ما كتفرتت ما والو، باش كيدخل لها الطياب دغيا دغيا ما كتفرتتش مي كتجي تهزيها طريف طريف. صافي بحال هذا الشكل على ما غادي تسلقو، حيت هما اصلا دغيا دغيا كيتسلق، دغيا كتشد فيها هذا كتسلق. على ما غادي تسلق صافي غادي نزولوها عاود نكملو حتى نكملو الميرلون ديالنا كامله حتى نساليوها وصافي. هذا ما كان موراها الكروفيت، الكروفيت حتى هو ميم باغي واحد جوج ديال الدقائق وكنزولوه، ومن بعد من الكروفيت كنديرو عاوتاني في نفس الماء اللي فيه هاد الشرموله كنديرو فيه الشعريه ديال الشينوا. صافي يعني الشعريه ديال الشينوا هكا كيف ما غادي ناخذوها بحال هكا، كيف ما غادي ناخذوها بحال هكا غادي نزولوها من الخنيشه ديالها وغادي نديروها هنايا نيشان هنايا فين غادي تطلق لنا، ومن بعد عاد كنصفيوها. ها هي من بعد ما كتسلق لنا شتي كيفاش كنحطوها بحال هذا الشكل هذا، باش ها نتوما في نفس الوقت تقطر وفي نفس الوقت تبقى هكا، ماشي في شبكه شي فوق شي فوق شي. هذا الماء كله راه هبط منها باش كتنشف ما كتعجن ما حتى شي حاجه. ها نتوما هنايا ها هي هذه من بعد ما وجدات هي طفينا عليها، هنايا راه دايرين الكروفيت ها هو يتسلق غير نزولوه وغادي نديرو الشعريه ديال الشينو. هذه الوريقه صراحه كنت انا غادي نمشي نشري الورقه وماما قالت لي لا ما تشريهاش غادي نصوبها لك، انتما كيف ما كتشوفوا هي كضرب الورقه
وغير في المقيله، حيت عندي هاد المقله هادي ما كتلصق ما والو، ديال الطيفال. هانتوما دايره تحت منها واحد طنجره فيها الماء، ايوا الغزاله كانت كتغزل على عود البرغوث، الانسان هو اللي يفكر راسو. شنو قلتي المثله؟ الغزاله كتغزل على عود البرواق، لان الا كنتي كتصوبي شي الغزاله الى تهرس لها المغزل كتبرم. شو قلتي؟ كتغزل هي اللي كتبرم على عود، على عود ديال زعما البرواق، ماشي شي حاجه زعما ماشي صحيح. ولكن يعني كديباني راسها، كديباني راسها هكاك. وسمعتوا المثله؟ هاد المثله انا اول مره كنسمعها في حياتي. ما عنديش، راه في داري. اي والله ما نفكو، وتاخدي حويجه ديال الدار. بصح حسن ديال الزنقه يا بنيتي، شوفي كتجي ها غزاله، شتي والوجه الله واش ماشي هادي لكل شيء. هانتي شوف شوف شوفي، ما كنبغيش هذيك ديال الليل، والله العظيم هي الليله كان. وهذه عاد راه ما نزلتش مزيان، صافي راه صوبنا كل شيء. هانتوما هانتوما الشعريه ها هي كيف ما كتبان لكم، من بعد ما سلقناها في داك الماء اللي تسلق فيه الحوت كامل، ها هي درناها تستقطر وخليناها هنايا تبرد على خاطرها. بالنسبه هنايا الحوت كله تنقاها، هو نقيته ودرته هنايا، زولنا له كاع داك. هانتوما هاد الجليده هادي، هادي راه الجلده ديالو، داكشي كله كيزول. وفي نفس الوقت كيف ما غتشوفوا ما تلقاوش فيه حس شي شوكة ولا دركا، تعرفوا ملي كتكونوا كتاكلوا بسطيله ما خصش تلقاو كاع لا شوكة لا والو. الكالامار حتى هو من بعد ما سلقناه، الشرموله ديالنا حتى هي ها هي واجده، والكروفيت حتى ها هو واجد. صافي دابا كنتسناو غير الورقه على ما توجد، وصافي وغادي نطويو بسطيله. هانتوما البنات، قبل ما كندوزو دابا للتشرميله، حيت صافي وجدنا دابا كلشي، قبل ما كندوزو للتشرميله ضروري ما كناخذو هاد الشرموله هادي اللي صوبناها، كناخذو منها واحد شويه ديال الزيت ديالها، لان هي اللي غادي نستعملوها فاش غادي نكونوا باغيين نطويو بسطيله. يعني الزيت ديالها بحال هكا كناخذوها. صافي صافي، هنا كيف ما كتشوفوا دابا غادي نبداو باش غادي نشرملو كل حاجه. كناخذوا واحد الكميه ديال الشرموله بحال هكا، كنديروها في هذه ديالنا. عرفتي هذا النهار الدبان هجم علينا بالحوت. انا نستعمل يدي. لا ديري يدك من طبيعه الحال، يدك باش تستعملي. دابا غادي ندوزو نشرملو اول حاجه هذه الشعريه من بعد ما قطعناها. ماما قلبتها هنايا، ما خلاتهاش في داك البانيو، قلبتها هذا هنايا لان ما كفاتهاش. وهنايا عاوتاني كناخذ واحد شويه ديال الشرموله كنديروه. شوف تاكلي؟ يا سلام، شهيتكم البنات. ياكي تاكلي؟ هذا البارحه البنات حطيته، كنت حاطه وداكشي، المهم شربنا به كويس ديال اتاي، داكشي علاش خليته غير هنايا حيت بلاتي عاوتاني غادي نحطو. ايوا لالا هانتينا غتشوفي، كتاخد عاوتاني ديال شرمو شويه شرموله كديرو تما. الكروفيت راه مشرمل، وهذا حتى هو كنشرملوه بحال هذا الشكل، ولكن كنحاولوا اننا نخليو داك الطريفات هكا يبقاو باينين، ماشي نعنفجوه كامل وما يتطحن ما يبقاش باين. باش ملي كتكوني كتاكلي هذه البسطيله كتسقي هكا بالطرف كيطيح لك في فمك، يعني ماشي كتحسيش كاع ب شوفي شوكا. ايوا قلتها لك، عيط نهادك ها هي ضروري لك بنتي الشوك. قلتها لك انا كندير النظاظر. ما هيلتي نضري راسك، هذه البصمه ديال الوالدين ياكي يا بنتي. صافي غادي ندوزو للطويان. تمني بقات
لا مزيان ملي كتشي تشرموله، يا سلام كتبنن كتعطيها حقها وطريقها. فهاد الوقيته هادي صافي مشيت كنوجد الطبيله ديالنا ديال الغديوه. صافي صراحه بما ان ما كاينش لايض وداكشي درنا غير هكا بسطيله ديال الحوت، ما صراحه ما درت لا شلايض لا حتى شي حاجه في جنب ديال الطبله. صافي حطيت هكا كل واحد بالتبصيل ديالو باش هكا اللي بغى كل واحد يقطع المغصو ديالو، ودرت هكا فرشيط وموس وكل واحد الكويس ديالو عاوتاني هكا ديال العصير. صافي هادشي اللي حطيت فوق الطبيله. كي قلت لكم بما ان ما كاينش يعني طاجين مرقه ولا شي حاجه باش غادي نحط الشلايض ولا هذا، داكشي اللي درت درنا غير بسطيله بوحديتها وصافي. وحاولت انني هكا نقاد كي قلت لكم الطبيله. ماما مسكينه في هاد الوقيته راه يلاه كانت كتسولني امضره، حيت اول مره غادي نطيب انا بسطيله ديال الحوت غادي نطيبها في الفران ديال الضو، كتقول لي امضره كيفاش طلعت امضره ياك ما لصقات امضره. المهم كل مره كتسولني، ولكن فريمون يا البنات جات خطيره، جات اول حاجه بنينه بنينه بنينه، راه ما نقولكمش دخلنا فيها طول وعرض ما شاء الله بالبنه ما نقولكمش. وحاجه واحده اخرى الفران ديال الضو ديال كاندي هو اللي طيبت فيه، يعني ديال الكويزينيير هو اللي طيبت فيه، حتى هو طيبها غزاله، لا بالنسبه للتحميره لا بالنسبه للتقرميشه لا بالنسبه لهذا، ما شاء الله طيبها زوينه. انا موالفه كنطيبها في الفران ديال الغاز، ولكن انا قلت لكم هاد المره طيبتها في الفران ديال الضوء وخرجت لي زوينه، ما لصقات ما حتى حاجه، ما لقيتش فيها بصفه نهائيه حس المشكل. ف ضروري خاصني نقول لكم هاد المساله هادي، حيت عارفه غادي تسولوني على يعني الفران كيفاش فين طيبتي، واش ديال الضو ولا ديال الغاز. دونك البنات شكرا بزاف للدعم ديالكم ولا لي خطيكم، هنا وصلت للتالي ديال لا فيديو. كنتمنى لا فيديو ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، ما كرهتش انني نبقى معكم، ولكن بما ان الفيديو باش ما يجيش طويل نقول لكم تنتلاقاو ان شاء الله فيديو الجاي. اكيد ما تنساونيش من لايكاتكم، ياك ديروا واحد اللايك دابا دابا ديروا لايك. شكرا 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 على خطيكم. تهلاو حتى تلقاو ان شاء الله فيديو الجاي. بيزو كبيره ليكم، غادي توحشكم. سلامه.